ايه احلى اغنية انت شايفها في 2022 او انت حابب تغنيها من اغاني 2022 بقى من اغاني عامة، من يعني عامة؟ بصفة عامة يعني. اه والله ده سؤال جميل، في حاجات حلوة كتير. قول. في حاجات حلوة كتير في 2022 نزلت انا بحب اسمعها. وربنا مصدقك، انا عايزك ما ترفع انا كده بفكر اهو بقى البترول يا عم. عشان اقوم ايه على طول كده، ايه تخش في الموضوع على انا طول. بفكر، بس دي بالذات بحبها ايه في هي حتة تانية، بتاعت مين؟ عبوسط، اه طبعا وتعمل لها جامد. كفرات بقى هادية وبتاع، فبتبقى حلوة على الجيتار. وفي احمد في حاجات كتير قوي يعني، في حاجات كنت سامعك بتدندن قبل الهوا، سمعتك بتغني اغنيه لاحمد سعد تقريبا كانت حلوه، بس انت غني اللي انت حاضر في ذهنك دلوقتي. احمد سعد انا بغني له كتير. بحبه جدا اصلا يعني. هو احنا في ايه؟ مشوارنا ده ليه؟ وازاي تايهين وازاي فاضيين؟ حبة ارقام وسط السكان، ولا احنا تمام تمام ولا احنا فين؟ ده طلع في نهار، طب انا ليه بنهار في الضلمة بعيد؟ يا للمشوار، لو بس النور يدخل من السور، مكاني مش في طابور، ده انا مكاني بعيد، ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية، خطوتنا بشنا ورنا مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية، خطوتنا بشنا ورنا مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانيين. الله عليك يا نجم والله، هي جميلة الصراحة، وهي كان جميلة. لون مختلف مين اللي على بيغني اصلا عبد الحبة الباسط. الاولانيين دي؟ ما اعرفش المطربة، انا مش متذكر ما اسمها، هو بس ده هي اللي كنت بقوله صوتها لك، حلو اللي جدا. هي عاملة الكفر، انا برضو اه مش متذكر اسمها، بس هي عملت فطبعا الكفر خليته. بنبعت لها تحياتنا طبعا، طبعا اغنية جميلة جدا. وعمنا طبعا هي عبد الباسط، اساسا عبد فعلا. الباسط حمودة بيخش بتون يعني صعب قوي حد يجيب الحتة بتاعته دي يعني. هو سبحان الله الفيلم ده كان له كذا اغاني، كل الاغاني نجحت. كلها يعني الغزالة رايقة في حتة تانية، دول ايوه. كانوا في فيلم واحد. اه بتاع وإيه كريم اليوم عبد الحلو العزيز ده؟ وكريم كريم كريم محمود عبد العزيز اسمه، من أجل زيكو، اسمها هنا يسري. هنا ايوه يسري، صح هنا كده، يسري، أيوه. تحياتنا ليها، اغنيه روعه الروعه يعني.